الرسالة هذه لإخواننا وأهلنا في الكويت. يقسم لكم بالله العظيم أني أنا وأسرة قناة الدو والكاس وأسرة برنامج المجلس ما جينا الكويت إلا لنشارككم فرحتكم برجعتكم لممارسة كرة القدم الدولية، ولمشاركة الكويت وأهل الكويت الكرام والأحبة في نجاح تنظيم هذا العرس الخليجي. حطوا خطين أحمر وبين قوسين على كلمة نجاح هذا العرس الخليجي. وأقسم بالله العظيم أن نحبكم، وقفتكم ما ننساها أبدا، وقفة أمير الإنسانية فوق راسنا، والتاريخ يسجلها، سجلها لنا ولعيالنا وأجيال وراء أجيال راح تتكلم على هذه الوقفة. وجينا إلى الكويت ملتزمين بكل مبادئ الأخوة والاحترام والتقدير، وجينا إلى الكويت حاشمين أهل الدار اللي أكرمونا من وصولنا وبإذن الله حتى مغادرتنا. وجينا إلى الكويت ملتزمين بمبادئ السياسة الرياضية البحتة، لا لنا في السياسة ولا لنا في نقاش السياسة ولا حاجة، لأن احنا عارفين أن هذه أزمة وبإذن الله في يوم من الأيام راح تنتهي. والأهم في هذه كلها وشو هو الترابط الشعوب والقادة، بإذن الله راح يقعدون وراح يتناقشون، لأن احنا في النهاية أرجع وأقول ما لنا بد عن بعض. خليجنا هذا بني على الترابط والأخوة والنسب والدم والعقيدة، بقولها أمس وبقولها قبل أمس وبقولها اليوم وبقولها بكرة. قد يكون هناك نوع من المبزرة، قد يكون هناك من نوع المراهقة السياسية، وقد يكون هناك نوع من الحقد الدفين والكراهية عند البعض، قد يكون، لكن احنا لابد ان لا نستسلم ولا والله نوقف لهذه الفئة ونقول خليهم على راحتهم، لا، لان احنا في النهاية ما بنوصل مرحلة نقول وقفت الحشمة. احنا في الكويت الحبيبة ملتزمين بالتغطية الرياضية البحتة، بل ملتزمين بنجاح هذه البطولة، ولكن ما يحدث الآن في الفترة الأخيرة من نوع من الهجوم على بلادي قطر، يلي أنا ملتزم تمام بأن أؤدي عملي على أكمل وجه، لأني وراي بلد وراي شعب بيحاسبوني على كل صغيرة وكبيرة إن أخطيت. ولكن اللي قاعد يصير الحين إن في ناس قاعد يخطون علينا، احنا من السهل ترى نتكلم ونغلط كما هم يغلطون، ولكن هذه لا هي أخلاقنا ولا هي تربيتنا ولا من أسلوبنا ولا من شيمنا. لا نفجر في الخصومة أبدا ولن نفجر، ولكن احنا رسالتنا البسيطة إلى أخواننا المنظمين إلى اللجنة الإعلامية، أولا قلت حق مراسلنا لا تروح فندق جميرة على أساس والله الوفود ما تبيكم، قلنا إن شاء الله ولبيه اتمنون نستغني عن هذه التغطية، لا تحضرون المؤتمرات الصحفية بميكروفوناتكم بنحط ميكروفون واحد، قلنا أبد احنا يدنا في يدكم ونشارككم نجاح البطولة اللي تبوني أهل الكويت سمعا وطاع. قلتوا لا تروحون لهم في الملاعب وتسوون معهم مقابلات، قلنا ما هم رايحين، المهم عندنا ان ما نقعد نخرب الفرحة، فرحة التجمع هذا. ولكن انه يوصل الامر انهم يسبوننا في قنواتهم همز وغمز وانتوا ساكتين يا اخواننا في اللجنة المنظمة، فهذه شوية كبيرة في حقنا، وانا داري انكم ما ترضونها علينا اصلا، وانا متأكد ان لكم وقف على هذا الموضوع، لان احنا في ضيافتكم اصلا، خلهم في بلادهم يسبوننا احنا متعودين عليهم ما نتكلم، هذه تربيتهم وهذه اخلاقهم وهذه شيمهم كيفهم، واحنا عارفين ان هذه فئة قليلة ما تمثل امة ولا تمثل شعب كبرى، عارفين ان الشعوب بينهم ترابط وبينهم اخوة، ونشوفها في عيونهم ونشوفها في رسائلهم ونسمعها في مكالماتهم، اخوان ومترابطين واحبة، دارين هي فئة قليلة، ولكن انتم قاعد تعطون مساحة اكبر لهذه الفئة القليلة ان يتوغلون بيننا. هذا واحد، أن تدخل قناة إلى الكويت وتمسك بعض الناس وتستفزهم، سبوا قطر أو غلطوا على قطر أو انتقصوا من قطر وأهل قطر، برضه هذه أنا أقول لكم إياها بصراحة أنا أشوفها كبيرة وما أرضاها، وسبق وصلت هذه الرسالة بكل حب واحترام إلى الكثير من زملائي في الكويت، وقلت لكم بلادي خط أحمر، لو كان آخر يوم مهني بالنسبة لي، بلادي خط أحمر، أهل قطر خط أحمر، إحنا اليوم جايين حق رياضة هم يقلبونها سياسة وأنت تتفرجون. خطابي مع اللجنة المنظمة، خطابي حق اللجنة الإعلامية يلي ساكتين،
هل أنتم موافقين على كلامهم ضدنا؟ هل أنتم راضين باللي قاعد يصير ضدنا؟ هل أنتم بهذه الطريقة مبسوطين على اللي قاعد يصير ضدنا؟ هل أنتم لكم يد معاهم في اللي قاعد يصير ضدنا؟ هل أنتم قاعد تقولون بالعكس كملوا ولا عليكم منهم؟ هذا شيء يرجع لكم إلى لجنة المنظمة. طالت وتشمخت، زادت، صارت أوفر. آخر رسالة بعطيكم الآن لقاء على الهواء مباشرة الحين، اسمعوا هذا الشخص يقول. يا أخي في شيء أبغى الجمهور القطري يكون على علم فيه. طبعا للأسف القناة الذي لا توجد لديها مهنية، قناة العربية، قبل يومين سوت لي إشهار ضخم جدا إننا تكلمت إنه الأخوان القطريين مجنسين ما مجنسين. هذا كلام أنا المذيع، اثنين مذيعين وراي من قناة العربية، من قناة العربية، مع قناة العربية، أيوة، اثنين مذيعين من هنا قاعدين يقرؤوني، قول قطر عندهم جنسين، قول قطر مش عارف شو. انا هذاك الوقت اتكلمت بكل صدر حب، كان بسيتو كان تتاتو، ابغى اخرج من السؤال اللي بعده. أيوة. عشان ما يتعبون راسي، بس هذا توضيح. وكل الاسف الجمهور القطري اذا تفهم نحن غلط. يعطيك الصحه والعافيه. هذا اللي جت على تويتر صح؟ هذا اللي على تويتر. نعم. كل الحب والتقدير والاحترام لاهل الكويت اللي استضافونا، اللي يقدرونا، اللي يشرعون لنا بيبانهم، اللي يحترموننا. أقسم بالله العظيم والقرآن الكريم، هذه قصة حقيقية لنا في الكويت. نتغدى احنا والربع في مطعم، يقوم واحد كويتي من مكانه مع أهله ويحلف علينا والله ما تدفعون الحساب. نتهاوش على دفع الحساب، قال والله ما تدفعون يا أهل قطر، انتوا في ضيافتنا. هذا شيء مش مستغرب ولا شيء جديد، لكن هذا واقع. غدا رحنا بنيج ومبسوطين في جمعة أهل الخليج وإحنا وياكم، ولكن للأسف هناك من للأسف اللي يعرفين مثل الحياية العقارب اللي يخربون العلاقات. يا أن خليجنا هذا يدمر ويفككون أهل مجلس التعاون ولا ما راح يرتاحون. إحنا محافظين على الترابط، إحنا نبي الترابط، إحنا مصرين على الترابط، مصرين على هذه اللحمة الخليجية. إحنا يدنا في يدكم، ابعدوا السياسة القذرة عن رياضتنا، لا تجمعون في الشعوب، لا تكرهون الشعوب في بعض، ولا تساعدونهم. إلى اللجنة المنظمة لخليجي 23، الشعب الكويتي ما يرضى. أبوي الشيخ صباح الله يطول لي في عمره ما يرضى، يلي انتقل من بلد لبلد ومن مكان لمكان وهو تعبان وهو مريض وهو صايم في رمضان عشان يحد من هذه الخلافات. ولكن أنتوا للأسف قاعد تشوفون وأنتوا ساكتين، والشيء هذا ما يرضي. وكلامي أرجع وأقول للجنة المنظمة، لهذا الكلام على فكرة ما صار في أي بطولة ثانية. كأس العالم للأندية ما صار هذا فيها الشيء، ترى كأس العالم للأندية الميكروفون يدخل ويسوون معاهم مقابلات. جيتوا هنا منعتونا، نحترمكم، نقدر هذا الشيء، لأن احنا في النهاية نبي الجمعة. حشمة لصاحب الدار وأهل الدار وقيادة هذا الدار على رأسي، وأقسم بالله ما راح أزيد في كلامي أنا، بس أرجوكم رسالتنا لكم واضحة. أنتوا قاعد تشوفون مش ما تشوفون، وللأسف في ناس من الديرة معاكم قاعد يساعدونهم مش ما قاعد يشوفون بزيادة، فأرجوكم.